لكن عايز انطباعك، الانطباع لحظه انضمامك الفريق الاول دي لحظات ومشاعر بتنقلها للعيبه بتاعتك. أكيد تجربه طبعا. انك تاخد بطولات وكم البطولات دي ما بيجيش من فراغ مع الفريق الاول. لحظه انضمام معتز اين والفريق الاول، خدت وقت عشان تتاقلم ولا دخلت بسرعه جوه النادي الاهلي؟ لا خالص خالص. يمكن انت كابتن اسامه عارف، انت كابتن طبعا النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي يعني سنين طويله جدا، وعارف ان النادي الاهلي اي حد بيخش فيه بيتاقلم بسرعه، من احترام، من معامله، من كل شيء. اول يوم دخلت في النادي الاهلي مستر مانويل جوزيه، هو كان تعرف كان دايما اي لعيب يجي جديد لازم يقعد معاه قبل التمرين، مظبوط، لازم ياخدوا الاول ايه الخضه بس بتاعت الدخله بتاعت النادي دي، غير السوفت وير، لازم اغير السوفت وير مهما كان انت جاي منين، لازم يديك انطباع. فلسه يا دوب داخل الاوضه بسلم على الناس. طبعا كان قبلها انا كنت في كاس الامم 2006، كانت نص المنتخب طبعا مع لعيبه النادي الاهلي، فاحنا كلنا اصحاب، بس في ناس تانية ما كانتش ليها كلام معاهم قوي. لكن لما دخلت مع اول تمرينه، لا حسيت ان انا بقالي كتير قوي، ومش بقول كده يعني كلام وخلاص، لا حسيت ان انا بقالي مثلا سنتين ثلاثة مع الناس، من التعامل، من الاستقبال، السلام بتاعه من وانت داخل، لا وخصوصا بقى لما اتمرنت كمان والدنيا حلوه. قال لك ايه يعني اول ما دخلت كده؟ فاكر الكلام اللي قاله جوزيه؟ هو كان عارف زي ما بقول لك كده، نفس كلام كابتن محمود الخطيب، الناس كلها ومصر كلها كانت عارفه ان انا اتعرضت لظروف صعبة يعني شوية. صعبه شويه قبل الانضمام، عشان الناس كلها بقى كانت في الزمالك عارفه ان انا رايح خلاص الاهلي، فانت رايح النادي المنافس فتعرضت لضغوط شويه. فالنادي الاهلي كان كله على علم بالموضوع يعني والضغوط دي. فاول كلمه مستر مانويل قالها لي انا فاكر، كان كابتن حسام قاعد معايا وكابتن علاء ميهوب وكابتن احمد ناجي، الجهاز كله صراحه كان قاعد، وقال لي احنا مراعين يعني كل الضغوط اللي انت اتعرضت لها، ودي حاجه كبيره قوي عندنا. وقال لي انا فاكر بالنص، قال لي انت ستايلك لعيب النادي الاهلي، هو مستر مانويل قال لي انت طريقتك وستايلك انت لعيب النادي الاهلي، والا انا ما كنتش طلبت اللي انا اجيبك. فهو عايز يشيل من عليك الضغوط من اول يوم. هو كان دماغه يعني ذكي جدا، هو بيحاول يعاملك نفسيا مع اول يوم تخش فيه عشان تقدر تتاقلم. ياما شفنا لعيبه على مر العصور اللي هو بيجي يقعد مثلا ست شهور سنه وبيمشي. الشخصيه مهمه، الشخصيه دي. مش اي حد يعرف النادي الاهلي، مش اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي كبير. فهو حاول يشيل عنك الضغوط ويخلي لك اللي الدنيا سهله وما فيش مشكله. نزلت الملعب مع اول تمرينه، خلاص اول تمرينه راحت، حسيت بقى ان انت خلاص بقى لك سنتين ثلاثه ابتدت بقى دخلت بقى، واللعيبه كلها ناس طبعا محترمه، وكان ليا الشرف اللي انا لعبت في وسط النجوم. طبعا كنت انت كابتن اسامه، طبعا كابتن الفرقه موجود، كابتن ابو تريكه، بركات، متعب، حسام غالي، الحضري، الناس دي كلها كانت موجوده، امير عبد الحميد، عاشور، كل الناس دي كانت موجوده. فانت لما تلعب في وسط الكوكبه دي كلها، لا اكيد شرف لاي حد، عشان فعلا الناس دي خدمت النادي الاهلي كتير، جابت بطولات كتيره، فصنعوا اسمهم في النادي الاهلي. فدي كانت بدايتي مع اول بقى ماتش رسمي تلعب وتاخد بقى كمان بطوله ضد الاسماعيلي، اول 90 دقيقه تاخد بطوله، اعتقد اللي دي كانت بقى ده يعني ايه، ده الحافز الكبير قوي، ودي الثقه اللي لا ده انا حطيت رجلي وبتلعب اساسي وكنت مؤثر وبتاخد بطوله، فالدنيا بقى خلاص مشيت بعد كده. في المعسكرات اينو مشهور بالمقالب، كنت تقعد مع مين الاول بس في الاوضه؟ ما انت عارف يا كابتن اسامه. لا انا كنت الخمس سنين كلهم انا كنت بقعد مع حسام عاشور، انت عارف كان في تجمع في الاوضه معتز اينو، هي الاوضه بتاعتنا دي كانت احمد عادل عبد، احمد عادل، سمير صديق، فاحمد شديد، احمد السيد، وسعد سمير طبعا، ربنا يتم شفاعه على خير. فالاوضه بتاعتنا كانت دايما هي اللي ايه روحها خفيفه. طبعا كلنا عارفين ان ابو تريكه كان بينام الساعه 8، كان يصلي العشاء وينام، هو الجمعه. كان فتحي وسيد جيلبرتو وفلافيو، يعني في كانت ثنائيات كده، فكانت الاوضه دايما بتاعتنا هي اللي فيها يعني حاله ايه، يعني تدخل على الوقت الجمعه تلاقيه متغطي الساعه 8، مغطي جسمه كله وراسه كمان ورجله مكشوفه، ورجله باينه، صوابع رجليه اللي باينه. لا فاوضتنا كانت دايما كل الناس تيجي تلعب مع عندنا، اللي بيلعب بلاي ستيشن، اللي بيلعب كوتشينا، نبعت نجيب اكل من بره، بس كان في محبه، كان في روح حلو. انا فاكر انت مره فاكر كان في اكله كبده وسجق وبتاع، ودخلت انا فاكر خدت سندوتشين كده على السريع انا فاكر. فكانت الاوضه بتاعتنا كانت دايما ايه، اوضه مرحه. في اوض كده كنت تخشها تحس ليها لا مضلمين الاوضه ومركزين قوي وبتاع، لا احنا الحمد لله كان في محبه وكان في حاله، وكنا دايما
ده بقى الفرق بقى. اللي انت دايما بتفصل امتى الهزار والضحك وكل الحاجات دي، وعارف امتى التمرين. لا التدريب تدريب، المباراه مباراه. يعني احنا قبل الماتش بيوم